بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع إلى قناة لينديزمي للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة ومهنيين إن شاء الله، وجمعة مباركة للجميع. الوصفة تاع اليوم راح تكون وصفة تاع لوبيا مشتو اللي رانا في وقتها، يعني راهي متوفرة والثمن تاعها معقول. قلت ندير لكم هذه الوصفة اليوم. عندي كيلو، نقولوا كيلو شوية تاع لوبيا مشتو اللي راني غليتها في الماء والملح، طيبتها نص طيب برك. عندي طرف تاع لحم بقري. نحتاج لهذه الوصفة زوج حبات بصل يكونوا كبار مقطعين هكذا كيما نقطعوا البصل بالطول التشكتوكة. عندي حبة بطاطا، هذه اختياري، اللي تحب تزيد البطاطا باش تزكي الوصفة تاعها ولا ولادها ما يحبوش اللوبيا بالبطاطا رايحين ياكلوها اكيد. عندي حبة طماطيش كبيرة قطعتها هكذا قطع صغيرة، نحيت لها القشرة والزريعة قطعتها قطع صغيرة. نحتاج مغرف تاع طماطيش مصبرة، نحتاج ثاني مغرف تاع عكري حلو. عندي هنا الملح، فلفل كحل، شوية راس الحانوت. عندي الزيت طبعا. بسم الله، دوك نبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. بسم الله، دوك في لاكوكوت راح ندير حوالي 5 مغارف تاع الزيت. بسم الله، خمس مغارف تاع الزيت. ندير طرف تاع اللحم، يعني هكذا معاه ندير البصل، هكذا اللحم يتحلى مع البصل. هكذا نخلي البصل يتقلى مليح مع اللحم. دوك يتقلى لي شوية البصل مع اللحم، راح نضيف طماطيش اللي راني قطعتها قلت لكم قطع صغيرة. نحب الطماطيش هكذا تبان في الجواز تاع لوبيا، حبيتو تسكر في جوها ثانية كيما حبيتو، يعني بهذه الطريقة صدقونا راح تحصلوا على جواز ولا أروع. هكذا ندير التوابل، هكذا نحرك مليح اللحم مع التوابل باش هكذا كيدخلوا كامل في اللحم. نزيد المغرف تاع الطماطيش طبعا، نذوبو هكذا بشوية تاع الماء. هكذا دوك على نار قليلة نخلي اللحم يتقلى في التوابل هكذاك واحد الخمس دقايق، من بعد نولي لكم. هكذا دوك خلاص اللحم راهو تقلى مليح كيما راكم تشوفوا. دوك رايح نمرق طبعا دايما كيما عودتكم بالماء سخون. بسم الله، هكذا قيس لتر ونص تاع الماء، قيس ما يطيب لي اللحم خاطرش راني درتو ما درتش بزاف يعني الماء، خاطرش راني نطيب فلاكوكوت بالخف
نص ساعة يكون الحمطب، من بعد نضيف البطاطا واللوبيا. بكرة راح نغلق لاكوكوت وندير الصفارة، من بعد كي يطيب نعاود نولي لكم ان شاء الله. دوكي طاب لي اللحم، راني نحيته. دوك رايح ندير، بسم الله، رايح ندير البطاطا. نزيد ندير اللوبيا، قلت لكم اللوبيا راهي طيبه نص طياب، صافي تجيني سوا سوا في طيابها مع البطاطا. والحم رايح نرجعو هكذا باش ما نضلوش هكذا نحوسو عليه من تحت البطاطا واللوبيا، دايما الحم نديروه من الفوق هكذا. عندي الحار ثاني رايح نديرو. دوك نغلق لاكوكوت مدة ربع ساعة يكون الجواز تاعنا واجد ان شاء الله. هنا دوك كيما راكم تشوفوا جواز اللوبيا تاعي خلاص راهو طاب، الحم راهو زبده، واللوبيا كيف كيف، يعني ما شاء الله جا هايل. دوك ما بقى لي غير نزيد له هكذا رشه خفيفه برك تاع فلفل كحل، نخلي له شويه مرقه هكذاك باش نخليهش ناشف، نخلي فيه هكذا شويه تاع مرقه، لازم تكون خثره ما تكونش مايها هكذا، يعني راهي الله يبارك ما شاء الله. بكرة راح نطفي عليه نعاود نولي لكم فيما بعد باش تشوفوا في طبق التقديم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اللوبيا تاعنا راهي واجده في صحن التقديم، راهي تشهي ما شاء الله مع البطاطا اللي تزكي لنا الوصفه ويحبوها بزاف ذراري. يعني اللي ما ياكلوش اللوبيا ديروا لهم هكذا حبه بطاطا، يجوزوا اللوبيا هذيك بشويه بطاطا كيما ولادي يعني ما يحبوهاش بزاف، بصح كي ندير لهم البطاطا والله غير ياكلوها. جا صدقوني جواز ما شاء الله، جا بزاف بزاف بنين، واللي يحب الحار ثاني يدير شويه تاع الحار، صدقوني جا ما شاء الله. خليت له هكذا شويه مرقه تكون هكذا خثره ما تكونش مايها باش هكذا كدراري غمسو. ما تنسونيش حبيبه قلبي بلي جام لهاد لا فيديو ولا عجبتكم، وما تنسونيش ثاني بالتعليقات الشابين اللي راكم تكتبوهم لي. ما تنسوش ثاني ديروا لي ابوني للقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، وإلى الملتقى إن شاء الله. أحبكم في الله ودمتم في رعايته وحفظه.